يقول أنا شاب مستقيم والحمد لله، ولكن يوجد في بيتنا دش، ووالدي لا يصلي إلا في البيت، فما السبيل لهدايتهم؟ الواجب عليك نصيحتهم، فإن امتثلوا الحمد لله، وإن لم يمتثلوا وأن تستطيع أنك تخرج وتسكن في سكن مستقل، إنه يجب عليك أنك تخرج وتسكن في سكن مستقل وتبعد عنهم إذا لم يقبلوا. نعم.